واستكمالا لدور دولة الكويت في إغاثة منكوبي الكوارث والفيضانات في العالم، أقلعت طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية محملة بأربعين طنا من المواد الغذائية والصحية لإيصالها للشعب السوداني الشقيق. نعم فاطمة، المساعدات من الكويت للشعب السوداني الشقيق جاءت من خلال التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية والهلال الأحمر الكويتي مع سفارة دولة الكويت في الخرطوم، بعد أن تسببت السيول التي تعرضت لها عدد من الولايات السودانية في أضرار فادحة لحقت بالممتلكات والمباني. أقلعت اليوم طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية محملة بأربعين طن من المواد الغذائية والصحية لإيصالها إلى الشعب السوداني الشقيق. بالتنسيق ما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، تقوم القوة الجوية اليوم برحلة إغاثة لجمهورية السودان الشقيقة. الرحلة عبارة عن 40 طن من مختلف المواد الإغاثية لمساعدة الشعب السوداني ضد الفيضانات والسيول. هذه الإهداءات من المواد الإغاثية تعتبر استكمالا لدور دولة الكويت في إغاثة منكوبي الكوارث والفيضانات في العالم، حيث تم التنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم والهلال الأحمر السوداني. طبعا بتوجيهات من القيادة السياسية على رأس حضرة صاحب السمو الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح وولي العهد الأمين، تنطلق اليوم أولى رحلات الجسر الجوي إلى أخواننا وشقائنا في السودان بحمة 40 طن محملة بالمواد الغذائية والصحية والطبية، من خلال التنسيق مع سفارة دولة الكويت في السودان ووزارة الخارجية الكويتية. الشكر موصول لهم بهذا التنسيق وهذا التعاون لإيصال هذه المساعدات بشكل عاجل إلى أخواننا في السودان. وسبق أن قدمت الهلال الأحمر للكويت خلال الفترة الماضية مواد صحية وطبية، ومن خلال فريق متطوع من الهلال الأحمر الكويت توجه إلى السودان مؤخرا لتقديم هذه المساعدات. سعيدين اليوم بتواجدنا امتثالا لقرار مجلس الوزراء الموقر 801 صادر في تاريخ 22/8/2022، والمعني بتكليف وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع مشكورة والجمعيات الخيرية لإقافة أشقائنا في جمهورية السودان. وسعيدين اليوم لتجديد رسالتنا للأشقاء والأصدقاء تحت عنوان الكويت بجانبكم. البادرة الإنسانية تأتي ضمن توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين لمواجهة الآثار المترتبة على الفيضانات والسيول. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.